سيارة اقتصادية بسعر مناسب. تخيلوا يا جماعة يوصل سعرها 48225 ريال شامل الضريبة واللوحات. شيري أريزو 5 فئة اللاكجري 2023. صراحة الجميل في السيارة أنه فيها مثبت سرعة وبريك كهربائي. حجم ماكينة 1500 سي سي تعطي قوة 113 حصان والعزم 210 نيوتن. ناقة حركة سي في تي بنظام الدفع الأمامي. لتر البنزين يمشيك 18.2 يعتبر ممتاز بلس غطى البقود في الجهة اليمين. مقدمة السيارة شمعات الأمامية عدسات هولوجين فيها الليد النهاري الكشاف LED الشبك مطعم بالكروم علامة الشيري. جنط مقاس 16 هذا شكل الجنط. الإشارات في مراية الجانبية والمقابض بنفس لون السيارة. وخلفية السيارة اسطبات خلفية LED فيها الحساسات الخلفية ولمبة الضباب. تطعيم الكروم على الشنطة في الخلف، الكاميرا الخلفية وفتح الشنطة الخلفية بضغطة زر. هنا مساحة التخزين في الشنطة في الخلف، وهذه مساحة الجلوس في المقاعد الخلفية للسيارة. التكاية في النص وحامل للأكواب، فيها مساحة تخزين وحامل للأكواب على البيبان. المقاعد جلد جيب اللون البيج الفاتح. التحكم في النوافذ كهربائي، فيها نظام تأمين النوافذ والسنتر لوك. التحكم في وزنية الإضاءة الأمامية للسيارة والتحكم في المراية الجانبية كهربائي. وهذا دركسون السيارة. في الجهة اليمين تحكم في مثبت السرعة، والجهة اليسار تحكم في شاشة المعلومات الموجودة في الطبلون والأوامر الصوتية. هذا طبلون السيارة. هذه الشاشة ما شاء الله، والكاميرا الخلفية للسيارة. التحكم في أوامر التكييف، فتح وإغلاق مانع الانزلاق، منفذ USB، مساحة تخزين، شكل ناقل حركة، فيها نظام المنول، البريك الكهربائي ونظام الأوتو هولد، حامل للأكواب ومساحات تخزين. التكاية في النص ومساحة تخزين كذلك. وفي السقف إضاءات الهولوجين. فيها نظام الإيكو، أول ما تفعل نظام الإيكو حيشتغل معك. فيها خاصية أنك تفتح جميع النوافذ عن طريق الريموت.